تجاوز النبي الكريم سن 35 وبقي على البعثة النبوية 5 سنوات، وكان هذا الشاب من أجمل شباب قريش خلقا وخلقا. وفي هذه الحلقة سنترك المجال واسعا لمخيلتنا لنتصور مع عقلنا شكل وجمال النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربعة بين الناس، والربع في لغة العرب ليس بالقصير ولا بالطويل، لكنه كان أقرب للطول منها إلى القصر. هو عظيم الهامة، رأسه مستديرا وجبينه واسع وشعره أسود، وصلى الله عليه وسلم أزج الحواجب، أي أن حاجبيه نحيفة وطويلة وبينهما مسافة مفتوحة، وبين حاجبيه فراغ فيه عرق بارز، وإذا غضب كان يبرز هذا العرق ويحمر. أما عيناه شديدتين السواد، وبياضهما فيهما شيء من الإحمرار. رموشه طويلة، هو سهل الخدين، أي أنها ليست بارزة. أنفه أقنى، والأقنى هو الأنف الطويل الذي في وسطه ارتفاع وفي آخره نزول محدب قليلا. فمه عريض، أسنانه بيضاء مثل اللؤلؤ، ابتسامته كبيرة وتظهر أسنانه، وابتسامته رائعة تشرح الصدور. وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر، ظاهره الوضاءة، مبتلج الوجه، مشرق مضيء صلى الله عليه وسلم. لحيته سوداء كثيفة الشعر، ولم تكن باللحية الطويلة الممتدة، كانت دائما مرتبة. عنقه أقرب إلى الطول كصفاء الفضة من شدة جمالها. كان بعيدا ما بين المنكبين أي الكتفين، عريض الصدر، بطنه كان معرجا من شدة العضلات، صدره قليل الشعر، وكان أشعر اليدين، أصابعه غليظة وأطرافها دقيقة. أخمص القدمين، أي أن قدماه مرتفعة عن الأرض من وسطها. سقاه قليلتا اللحم، متين البنية، معتدل الخلقة، وكان أزهر اللون. كان كامل الخلق كما كان كامل الخلق، كأن الشمس تجري في وجهه. بقي للنبي الكريم 5 سنوات ويبعث، وينزل أمين السماء إلى أمين الأرض. وبعد تجاوزه سن 35 بدأ يذهب أكثر إلى غار حراء. كان ما أن ينتهي من عمله وقضاء متطلبات بيته يقضي كل وقته في غار حراء، يتأمل عظمة الكون وجمال الخالق، كأنه يتجهز للقول الثقيل القادم، يتجهز قلبه لأمر عظيم وقول ثقيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. كأن قلب النبي يتجهز لأن يكون أقوى من الجبل ليتحمل هذا القرآن العظيم. صلى الله على سيد الكون محمد بن عبد الله.